Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي وكمان الصف الأول الإعدادي لأن الدرس الجرامر اللي احنا هناخده ده خاص بالصفين الاثنين الثاني الإعدادي والأول الإعدادي وبرضه هلاقيه موجود في يونت 1 في الصفين الأول والثاني الإعدادي. موضوع الجرامر معانا النهاردة هو the present simple tense. The present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط. تعال نتفق في الأول إن كلمة زمن يعني فعل. يعني زمن الجملة بيتعرف من الفعل بتاعها. تاني زمن الجملة بيتعرف من الفعل بتاعها. طبعا الأزمنة اللي موجودة في الإنجليزي كتير بدايتهم النهاردة إن شاء الله هو the present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط. تعال نتفق ان عشان اقول ان انا هاضم اي زمن او عارف اي زمن لازم اكون عارف فيه حاجات معينة. اول حاجة لازم اكون عارف تكوين الزمن ده، يعني الزمن ده بيكون من ايه، يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي. يعني لما حد يقول لك دايما هو الزمن ده بيكون من ايه، يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي. طيب تاني حاجة لازم اكون عارف الزمن ده بيستخدم في ايه، يعني امتى استخدم الزمن ده، وحلاقي ان بيجيل الكيوردز يعني الكلمات الدالة على هذا الزمن اثناء الاستخدام. تالت حاجة لازم اعرف ازاي بنفي الزمن ده. رابع حاجة ازاي how to make a question، ازاي اعمل سؤال. خامس حاجة هو ان انا ابني مجهول، وممكن ده ما ناخدوش دلوقتي لانه مش مقرر علينا في الدرس ده. تعالى نبدأ زمن المضارع البسيط، وشكل ما قلنا اول حاجة لازم اعرف how to form it، ازاي اقدر اكون الفعل في زمن المضارع البسيط. طبعا الفعل في المضارع البسيط هلاقيه مقسم لشكلين اتنين، يا اما فعل في التصريف الاول بدون اضافات، تاني في التصريف الاول بدون اضافات، يا اما الفعل ده مضاف له اس او اي اس، تاني يا اما الفعل ده مضاف له اس او اي اس تاني. يبقى انا عندي زمن المضارع البسيط او الفعل في المضارع البسيط هلاقي ليه شكلين اتنين، يا اما فعل بدون اضافات في التصريف الاول، يا اما فعل في اس او اي اس. وطالما اي زمن في الدنيا ليه اكتر من شكل، اذا كل شكل هيعتمد على الفاعل، تاني كل شكل هيعتمد على الفاعل. وشكل ما قلنا قبل كده في المراجعات ان الفاعل بيجي في اول الكلام وبيكون noun or a pronoun. طيب تعال نشوف هنا زمن المضارع البسيط اللي هو بالشكلين ده. خلاص طالما ليه شكلين اتفقنا ان كل شكل هيعتمد على الفاعل. قال لي اذا كان الفاعل بتاعي I or we or they or you or a plural noun يعني اسم جمع، قال لي خلاص اللي هيجي معاه هيكون تصريف اول بدون اضافات. قال لي لو كان الفاعل she or he or it or any singular noun او اي اسم مفرد، قال لي في الحالة دي هختار فعل فيه s او es. يعني يلعب هلاقيها play، يبقى play اللي من غير اضافات هلاقيها جاية مع I we they you and the plural noun. So I play, we play, they play, you play, احمد and علي play. اما هنا لو اتنقلت هتبقى plays, plays. هنا زودت لها s. So play became plays. Play اصبحت plays مع he وshe وit with singular noun. So she plays, he plays, it plays, singular noun like أحمد، علي، سامي، منى، كل ده حاول عليه plays. طيب كلمة شكل كلمة run يجري مع دول هلاقيها مع هي وشو it بقت runs. اوكي يبقى اذا الفعل مع I و we و they و you في المضارع البسيط هلاقيه بدون اضافات، الفعل مع هي وشي و it و singular noun والاسم المفرد هلاقيه في اس. طب انت قلت لي يا مستر ان ممكن اي اس، هو امتى بحط اي اس؟ قال لي بحط اي اس اذا انتهى الفعل ب اس اتش سي اتش اس اس او اكس. تعال نشوف امثله على الكلام ده like wash. سوري wash هنا هلاقيها بقت هنا washes يعني زودت لها اي اس. لو هنا watch هلاقي هنا بقت watches زودت لها اي اس. لو هنا cross هلاقي هنا بقت crosses زودت لها اي اس.
لو هنا go هلاقي هنا بقت goes هزود لها es. لو هنا fix هلاقي هنا بقت fixes هزود لها es. ليه؟ لانها انتهت بنهايه من دول sh ch ss o x. طيب قال لي لازم الاحظ حاجه كمان وانا جاي احط الاس. قال لي اذا انتهى الفعل ب y، اذا انتهى الفعل ب y والواي ده قبله حرف ساكن مش حرف متحرك، قال لي بقلب الواي ده ل i e s. like study هخليها هنا study، وانا جاي احط الاس لازم اقلب الواي ل i وازود e s so it becomes studies. يبقى هنا الواي قبلها حرف ساكن فتتقلب على طول ل i e s. اما كلمه شكل كلمه play لو لاحظنا هنا الواي قبلها متحرك مش ساكن، يبقى عمري ما هقلبها، هسيبها واحط الاس عادي جدا. ده بالنسبه للحاجات اللي بلاحظها وانا جاي احط الاس. اذا انتهى الفعل ب s h c h s s o x بزود اي اس، اما اذا انتهى الفعل بواي والواي قبلها حرف ساكن بقلب الواي لاي اي اس. ده اللي بلاحظه في موضوع الاس. تعالى بقى بسرعه كده ناخد امثله على الزمن ده. لما يجي يقول لي اي واديني في الاختيارات play or plays tennis، قولي choose اختار. طبعا هنا اكيد ده مضارع بسيط وده مضارع بسيط، عشان اختار لازم اروح للسبجكت الفاعل. الفاعل بتاعي لقيته اي يبقى اي بلاي، ما ينفعش اقول اي بلايز تاني، ما ينفعش اقول اي بلايز. طيب لو خلينا اي دي هي، هل هتخليها بلاي؟ هتقولي لا، طالما بقيت هي او شي او ات يبقى لازم هقول بلايز تاني، لازم هقول بلايز. يبقى دايما اذا كان الشكلين بتوع المضارع البسيط موجودين على طول انا بختار على حسب السبجكت على حسب الفاعل. فيجي يقول لي مثلا منى لايك تي، يعني منى بتحب الشاي، ويجي يقول لك وريني الخطا اللي موجود هنا. على طول لما هبص على الخطا هنا هلاقي ان منى إذا singular noun اسم مفرد، وعلى طول جايب لي معاها خلاص مصدر أو الفعل في التصريف الأول، هقول له مش هينفع، المفرد بيجي معاه فعل في اس أو اي اس، فعشان كده لازم الخطأ هنا أحط لايكس. So منى لايكس تي، تاني منى لايكس تي، يعني منى بتحب الشاي، يبقى تاني منى اسم مفرد بيجي معاها فعل في اس، يبقى منى لايكس تي. يبقى في الاختيارات هبص هل هي الفاعل ماشي مع الفعل ولا لأ؟ إذا كان مصدر يبقى مع I, we, they, we والاسم الجمع، إذا كان فعل في S أو ES يبقى مع he وshe وit والاسم مفرد. كذلك في الأخطاء منى لايك هقول له لأ لايكس. نفس الكلام يقول لي they watches TV، يعني هما بيشاهدوا التلفزيون. هنا حتى لو هو ما حطليش الخط تحت watches هقول له الخطأ في watches، لأن they خلاص ده جمع فبالتالي يجي معاه تصريف اول، فعشان كده لازم اشيل الاي اس وتبقى they watch TV، تاني they watch TV، تالت they watch TV. ده بالنسبه لتكوين زمن المضارع البسيط. يبقى في التكوين لازم اخلي بالي امتى بجيب الفعل بدون اضافات وامتى بجيب الفعل في اس. تعالى بقى نشوف تاني حاجه وهي how to use the present simple، ازاي هستخدم زمن المضارع البسيط. تاني ازاي هستخدم زمن المضارع البسيط. قال لي لما اجي اتكلم عن الاستخدام اول حاجه بيستخدم فيها المضارع البسيط to express facts. يعني ايه to express facts؟ يعني عشان يعبر لي عن حقيقه ثابته لا تتغير. تاني حقيقه ثابته لا تتغير سواء كانت حقيقه علميه او جغرافيه. تاني سواء كانت حقيقه علميه او جغرافيه، يعني لما يجي يقول لي كده the sun is rising rises in the east، يعني الشمس بتشرق من الشرق. لما هشوف الجملة دي هلاقيها بتعبر لي عن fact، وفاكت يعني حقيقة علمية. طيب تعال نشوف هنا the sun is rising، الزمن ده مضارع مستمر، و rises مضارع بسيط. تاني الزمن ده مضارع مستمر،
ورايز ورايزز مضارع بسيط. طيب اذا لازم اشوف الجمله ديت هلاقيها بتعبر عن فاكت يعني حقيقه، وطالما بتعبر عن حقيقه يبقى اذا انا رايح للبريزنت سمبل المضارع البسيط اللي هلاقي ليه شكلين رايز ورايزز. طب اختار رايز ولا رايزز؟ قال لي لازم ارجع للسبجكت اللي هو الفعل بتاعي ذا سان. طب ذا سان دي هلاقيها سنجولر ناون يعني اسم مفرد، وطالما طلعت اسم مفرد يبقى هاخد رايزز تاني، هاخد رايزز. تعال نشوف انذر اكزامبل، مثال تاني. When I say the earth is going go or goes round the sun، يعني الارض بتدور حوالين الشمس. طيب تعالى نشوف حل الجملة دي هيكون ازاي. طبعا لازم اشوف الجملة دي هلاقيها بتعبر عن فاكت حقيقة، وطالما هي حقيقة علمية فلازم تكون present simple مضارع بسيط. طيب هروح الاقي المضارع البسيط في go في goes، هما دول الشكلين. طب طالما لقيت الشكلين يبقى لازم ارجع للسبجكت الفعل بتاعي، الفعل بتاعي the earth دي مالها singular noun، وطالما طلعت singular noun يبقى انا هاخد الverb plus s or es، فعشان كده هاخد goes تاني، عشان كده هاخد goes. يبقى اذا هنا وانا بختار ولقيت الشكلين لازم ارجع للسبجكت اللي هيعرفني انا هاخد فعل بدون اضافات ولا فعل فيه اس او اي اس. يبقى اول حاجه بيعبر عنها البريزنت سمبل المضارع البسيط هي الفاكتس الحقيقيه. تعال نشوف تاني حاجه بيعبر عنها البريزنت سمبل المضارع البسيط، وهي الريبيتد اكشنز الافعال المتكرره او العادات. يبقى اذا هو بيعبر لي عن عادات أو أفعال متكررة. وطبعا دي مهمة جدا لأن الدرس بتاعنا أصلا أو الوحدة دي بتكلم لي عن الديلي روتين، الروتين اليومي، وهو ده بيعتبر عادة، حاجة بعملها يوميا في ساعة معينة أو في وقت معين. تعالى كده نشوف إزاي هعبر عن الهابتس اللي هي العادات أو repeated actions اللي هي الأفعال المتكررة. قال لي هعبر عنها باستخدام الكلمات دي always usually often sometimes hardly never or every. قال لي دي بسميها adverbs frequency يعني ظروف تكرار. ظروف التكرار يعني بيبين لي الفعل بيتكرر كل قد ايه، هل هو بيكرر always دائما ولا usually عادة ولا often ولا sometimes ولا hardly ولا never ولا every. يبقى تاني دي اسمها ظروف التكرار، ودي اللي هتبين لي ان هو repeated action يعني فعل متكرر او ان هو habit عادة. طيب تعال نشوف مثال كده. هنا says منى usually drinks is drinking milk. Again, منى usually drinks is drinking milk. طبعا لما اشوف الجملة دي هلاقي فيها كلمة usually. اول ما اشوف كلمة usually دي بتعبر لي عن عادة، فبالتالي الزمن ده هيبقى present simple يعني مضارع بسيط. طيب لما اروح للاختيارات اللي عندي هلاقي المضارع البسيط drink ودrinks، وقلت يا جماعة طالما لقيت الشكلين بتوع المضارع البسيط يبقى انا لازم ارجع للسبجكت بتاعي، الفعل بتاعه هو منى، فبالتالي منى لانها singular noun اسم مفرد فتاخد drinks. تاني منى لانها اسم مفرد فتاخد drinks. يبقى تاني اذا لقيت الشكلين بتوع ال present simple لازم ارجع للسبجكت للفعل. مثال اخر، when I say احمد is going go goes to school every day، يعني احمد بيروح المدرسه كل يوم. طبعا لما هبص هنا للجمله هلاقي موجود كلمه every day،
فده دليل على انها عاده او ريبيتد اكشن، فبالتالي الزمن بتاعي بقى بريزنت سمبل، مضارع بسيط. وطالما هو بقى مضارع بسيط فبالتالي انا رايح لجو اور جوز. طيب لقيت الاثنين مضارع بسيط موجودين، يبقى لازم ارجع للسبجكت بتاعي هو احمد. احمد سنجلر ناون، اسم مفرد، فبالتالي ياخد جوز. يبقى انا مش بختار كده وخلاص، لا، اذا لقيت شكلين لازم ارجع للفعل. طيب ملاحظة مهمة جدا بقى في ظروف التكرار اللي هي الادفيربس اوف فريكوانسي. طبعا الادفيربس اوف فريكوانسي احنا خدناها قبل كده في الابتدائي، وخدناها قبل كده كمان في اولى اعدادي، وقلنا ظروف التكرار لابد انها تسبق الفعل. تاني، ظروف التكرار لازم تسبق الفعل، يعني هي بتيجي الاول وبعدين الفعل وراها. عشان كده يجيب لي في الاخطاء ويقول لي هالة plays sometimes tennis. Is it right? الكلام ده صحيح؟ حاولوا لا والله. ليه يا سيدي مش صحيح؟ حاولوا طالما فعل موجود ومعاه ظرف تكرار، يبقى ظرف التكرار يجي في الأول، فبالتالي المفروض تصحيح الجملة دي هيكون هالة sometimes ها excellent plays tennis. هالة sometimes plays tennis. يبقى سواء كان في الاختيارات او في الاخطاء لازم اخلي بالي ان ظرف التكرار بيسبق الفعل، الا verb to be. طبعا verb to be هو الوحيد اللي يجي قبل ظرف التكرار، يعني ممكن يعمل لي العكس، يقول لي احمد never is late. Again, احمد never is late، وحط لي الخط كده. هقول له verb to be اللي هو am و is و are هو الوحيد اللي يجي قبل ظرف التكرار، سواء never، سواء sometimes، سواء usually، سواء often، سواء always. يبقى اذا تصحيح الجملة دي هيكون احمد is never late. Again, احمد is never late. طبعا ولازم اخلي بالي هنا ان never عكس always، يعني ساعات بيقول لي مثال they always get، ولا اقول gets؟ لا طبعا get. ليه؟ عشان they. So they always get up late، يعني هم دايما بيصحوا متأخر. So they get up early. Again, they always get up late، يعني هم دايما بيصحوا متأخر. يبقى they get up early، أقول له على طول they excellent. They never، يبقى never acts always، يعني هم دايما بيصحوا متأخر، يبقى عمرهم ما بيصحوا بدري. يبقى تاني never بتستخدم في النفي وهنشوفها دلوقتي ان شاء الله. يبقى اهم حاجة ان نعرف تعبير عن العادة المتكررة بيكون بالظرف من ظروف التكرار دي. ظرف التكرار لازم يجي قبل الفعل، ما ينفعش يجي بعده الا في حالة ان يكون الفعل بتاعي هو verb to be اللي هو am or is or are. يبقى احنا كده عرفنا الزمن ده بيتكون من ايه، وعرفنا كمان امتى استخدمه. طبعا الاستخدامات دي في استخدامات زيادة عنها، ولكن خلينا في اولى اعدادي وتانية اعدادي. طيب تعال نشوف بعد كده ايه اللي المفروض ان انا اعرفه بخصوص البريزنت سيمبل. قال لي الحاجة اللي المفروض انا اعرفها بعد كده هو نيجيشن. يعني ايه نيجيشن؟ يعني النفي. ازاي بنفي الجملة في زمن المضارع البسيط؟ تاني، ازاي بنفي الجملة في زمن المضارع البسيط؟ قال لي لما اجي انفي الجملة في زمن المضارع البسيط هتقول لي يا مستر انت كلمتني عن النفي قبل كده. هقول لك فعلا، واللي ما اتفرجش على how to change any sentence into negative ممكن يرجع تاني للحلقات بتاعتنا اللي كانت في المراجعة قبل دخول المنهج. طيب قال لي التصريف الاول لو فاكرين بنفيه دايما بكلمة don't، برافو عليكم. والفعل اللي فيه اس او اي اس بنفيه دايما بكلمه doesn't، عشان كده هنقول ان doesn't هتيجي مع هي she it and the singular noun، والاسم يا حبايبي المفرد. طيب don't هتيجي مع مين؟ قال لي هتيجي مع we، هتيجي مع they، هتيجي مع you، وهتيجي مع البلورال noun اللي هو الاسم
الجمع. يبقى تاني النفي في المضارع البسيط بدونت او دازنت. لو نفيت بدونت او دازنت، دازنت هبقى عارف انها هتيجي مع هي وشي وات والسنجلر ناون، دونت هتيجي مع وي وذاي ويو والبلورال ناون. بس بشرط طالما نفيت بدونت او بدازنت الفعل اللي جاي وراهم دايما بيبقى انفينيتيف، يعني فعل في المصدر بدون اضافات في الشكل الاول بتاعه. خلي بالك من الكلام، لان هنا طالما في دونت او دازنت لازم يجي وراهم مصدر، يعني ما ينفعش الاقي دونت ودازنت في النفي وما فيش وراهم مصدر. تعال نشوف الامثله دي. When I say I like fish. When I want to change the sentence into negative، يعني لما احب احول الجمله دي للنفي هلاقي الفعل بتاعها في المصدر، فبالتالي هنفي بكلمه don't. احط don't قبل الفعل واجيب الفعل بتاعي وكده كده بدون اضافات، فبالتالي هقول I don't like fish. Again I don't like fish، يعني انا ما بحبش السمك. طيب when I say he watches films، يعني هو بيشاهد افلام. لو انا قلت لك how to change this sentence into negative هتقول لي الفعل ده فيه اس، فبالتالي هنفيه doesn't بس على شرط لازم ارجعه لمصدره، فبالتالي النفي بتاعه هيكون he doesn't watch films. يبقى انا نفيت ب doesn't خلاص، وايه اللي حصل للفعل؟ قال لي شلت منه الاس او الاي اس فرجع لمصدره، فبالتالي هقول he doesn't watch films. يبقى اذا نفيت في المضارع البسيط هنفي ب don't او ب doesn't. وخلي بالك احنا خدنا النفي ده ازاي بان في اي جمله في اي زمن ومن غير كمان ما اعرف الزمن ده ايه، ولو حابب ترجع ارجع للحلقات اللي كانت قبل ما ندخل المنهج. طيب تعال بقى نخلي بالنا من حاجات معينه. قال لي في نفي بكلمه never. ايه never دي يا مستر؟ قال لي never شكل ما قلنا عكس always، يعني عكس دائما اللي هي ابدا. قال لي لما انفي بكلمه never قال لي ما بيحصلش حاجه للفعل، يعني هي بتيجي قبل الفعل والفعل بيخليه شكل ما هو. عشان كده لما يجي يقول لي he doesn't ولا never watches TV. Will it choose؟ اختار. طبعا هنا على طول الناس هتجري على doesn't تقول he doesn't watches TV. وهينسى ان انا لما انفي doesn't لازم اشيل الاس او اي اس. طيب لقيت هنا نفي وفي نفس الوقت ما شلتش من الفعل حاجه. قال لي يبقى مستحيل انفي بكلمه doesn't. امال هنفي بكلمه مين؟ قال لي هنفي بكلمه never. تاني هنفي بكلمه never فتبقى he never watches. يبقى لما يجي يقول لي ايه الفرق بين النفي بنيفر والنفي بdoesn't، هقول له النفي بdoesn't يشيل الاس او الاس، اما النفي بنيفر عمره ما يشيل من الفعل حاجه بيخلي الفعل شكل ما هو، فبالتالي هقول he never watches. طيب حاجه كمان لازم الاحظها في النفي، تعال نشوف المثال ده. she isn't or doesn't happy today. She isn't or she doesn't happy today. ويقول لك اختار. طبعا الناس ممكن تشوف today فيقول لك doesn't ده مضارع، فاقول he doesn't happy today. هقول لك لا، هو ايه الفرق بين النفي بisn't والنفي بdoesn't؟ قال لك احنا لسه قايلين لما انفي بdoesn't ايه اللي هيجي وراها؟ قال لي مصدر. طالما هنفي بdoesn't يبقى لازم يجي وراها مصدر، هنفي بdon't لازم يجي وراها مصدر. لو احنا بصينا هنا after brackets بعد الاقواس، يا ترى في هنا فعل؟ قال لي لا مفيش فعل. طالما مفيش فعل في المصدر يبقى مستحيل اجيب doesn't، مستحيل. امال يبقى هجيب isn't، فبالتالي هقول she isn't happy today. again she isn't happy today. طيب لو انا حطيت هنا هو feel، واسمي بقى feel. feel معناها يشعر. قال لي كده جه ورا الاقواس فعل في المصدر. طب اخد بقى isn't ولا doesn't؟ هقول لك لا، وانا قلبي جامد
هاخد doesn't. ليه؟ قال لي لأن إذن لو جه وراها فعل بيكون فيه ing يعني مضارع مستمر أو past participle لما بيكون مبني مجهول وده لسه ما اتكلمناش عنه. يبقى تاني لو ما لقيتش فعل اوعى تاخد doesn't. لقيت فعل في المصدر خد doesn't واوعى تاخد إذن. ده الفرق بين إذن و doesn't في المضارع، وده الفرق بين doesn't و never. في المضارع باخد never لما يكون الفعل ما اتغيرش، وباخد doesn't اذا لقيت الفعل متشال منه s or es. تعال نشوف اخر حاجة معانا النهاردة لازم اعرفها في زمن present simple المضارع البسيط، وهي how to make a question. ازاي اعمل سؤال في زمن المضارع البسيط؟ شكل ما عرفنا قبل كده ان في two kinds of questions، يعني في نوعين اتنين من الاسئلة. yes and no question يعني سؤال اجابته ب yes or no، and wh question وسؤال بيبدأ بأداة استفهام. بطبيعة الحال طالما الفعل في المصدر يبقى على طول السؤال بتاعي هيبقى بدو، اللي هو بيبدأ بفعل مساعد، وعندنا طالما الفعل في اس او اي اس يبقى انا عندي هنا does. قال لي تركيبة السؤال للسؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد في المضارع البسيط بتكون do or does. اكيد do هتيجي مع we, they, you and the plural noun، و does هتيجي مع he و she و it و singular noun. طيب وبعدين قال لي بيجي subject، subject اللي هو الفاعل. طيب وبعدين بيجي الانفينيتيف اللي هو الايه المصدر، ويكمل لي الجمل. For example when I say do you run fast، يعني do run fast. do run fast يعني هل انت بتجري بسرعة؟ تاني do هنا لازم اقول عليها هل. ليه؟ لانها فعل مساعد، فبقول do run fast هل انت بتجري بسرعة. لاحظ ان do معها مصدر و does برضو معها مصدر. do run fast والله لو انا بجري بسرعة هقول yes، واطلع ابدل فاعل مع فعل مساعد عشان اعمل شورت انسر، يو بتتحول لاي يبقى يس اي دو. طب لو انا ما بجريش بسرعه يبقى اجابتي بنو وهي نو اي دونت. اوكي انذر اكزامبل، مثال تاني. لما يجي يقول لي داز منى بلاي فوليبول، يعني هل منى بتلعب كرة الطائرة؟ والله لو منى بتلعب كرة الطائرة أو ما أنا هجاوب yes منى she. okay she does. طب لو هي ما بتلعبش no she doesn't. تاني no she doesn't. طيب هنا الموضوع بسيط، لكن لما يجيب لي إجابة ب yes و no ده خدناه قبل كده. ازاي بعمل سؤال لما تكون الاجابه بيس ونو في زمن المضارع البسيط؟ بس انا ما كنتش بقول اي زمن، يعني لما اجي اقول يس they go to school by bus، يعني ايوه هم بيروحوا المدرسه بالاتوبيس. انا قلت يا جماعه طالما الإجابة بيس معناها إن السؤال بتاعي لازم يبدأ بالهيلبينج فيرب. لما هروح هنا هلاقي مفيش هيلبينج فيرب بس الفعل بتاعي في المصدر، فبالتالي لازم أجيب دو. طيب بعد ما أجيب دو بجيب الفعل بتاعي اللي هو they، so do they. طيب وأجيب المصدر بتاعي عادي خالص do they go، أدي الفعل الأساسي to school by bus. another example when I say yes she watches films، ايوه والله ده هي بتشاهد افلام. طبعا هنا الاجابه ب yes، يعني يبقى سؤالي هيبدا ب helping verb يعني فعل مساعد، فبالتالي هروح هلاقي الفعل في اس على طول وانا مغمض بجيب does، فيبقى does والفعل بتاع اللي هو she، يبقى does she لازم اشيل الاس، يبقى does she ها watch films. تاني does she watch films يعني هل هي بتشاهد افلام. تاني هل هي بتشاهد افلام. ده بالنسبة لتكوين السؤال اللي هو اجابته ب yes or no، يعني اللي بيبدأ بالhelping verb ودايما هيكون في المضارع البسيط do or does. طب تعالى بقى نشوف تكوين السؤال اللي هيبدأ بأداة استفهام.
قال لي سؤالي هيبدأ بدات استفهام اللي هي الدبليو اتش كويستشن، هلاقي جاي وراها برضو دو اور ها داز، وبعدين سبجكت اللي هو الفاعل، وبعدين ها الانفينيتيف الفعل الاساسي في المصدر، وفي الاخر الكويستشن مارك بتاعتي. عشان نلخص كده بسرعه، احنا خدنا اداه استفهام اسمها هاو اوفن، تاني اداه استفهام اسمها هاو اوفن. هاو اوفن دي معناها كم عدد المرات، ودي ممكن اجاوب عليها باي ظرف من ظروف التكرار، او وانس او توايس او ثري تايمز او فور تايمز، على حسب اللي هو بيجيبه لي. طبعا انا عارف من زمان ان لو بجاوب على اي اداه استفهام بشوف اداه الاستفهام دي بتسال عن ايه. يعني مثال بسيط، when I say how often do you study English، هنا معناها انت بتذاكر انجليزي كل قد ايه. طيب طبعا الكلام ده احنا خدناه قبل كده في سنه سته، وكمان خدناه قبل كده في اولى اعدادي. تعال نشوف لو انا بذاكر مثلا مرتين في الاسبوع. خلي بالك لازم دو داز تتشال، يو بتتحول لاي فحول اي. طب هعمل حاجه في ستادي، هقول لا كاني كان في دو، يبقى اي ستادي انجلش. لو انا هدي لونج انسر، اي ستادي انجلش يعني انا بذاكر انجليزي. توايس يعني ايه توايس؟ مرتين. ا ويك توايس ا ويك يعني مرتين في الاسبوع. تاني توايس ا ويك يعني مرتين في الاسبوع. تعال ننهي ونشوف ازاي بنعمل سؤال لو الاجابه في زمن المضارع البسيط. يعني لما يجي يقول لي كده I play tennis once a month، يعني انا بلعب تنس مره واحده في الشهر. تاني I play tennis once a month، يعني انا بلعب تنس مره واحده في الشهر. لو انا هعمل سؤال هنا يبقى لا سوري، لو انا هعمل سؤال هنا يبقى لازم اسال عن حاجه في الجمله دي. طبعا لما اشوف هتلاقيني بسال عن كلمه once a month. once a month يعني مره في الشهر. طيب once or twice or three times or four times usually every sometimes always، كل ده بسال عنه ب how often. انا قلت يا جماعه لو فاكرين how often دي بسميها اداه استفهام. لازم بحتاج ورا اداه الاستفهام helping verb فعل مساعد. لو رحت هلاقي play فعل في المصدر، يبقى هجيب ايه؟ قال لي يبقى هجيب do. طب وبعدين I بتتحول ل you، يبقى how often do you. طيب واكمل، يبقى how often do you، اجيب الفعل بتاعي play، يبقى how often do you play tennis، يعني بتلعب تنس كل قد ايه، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. يبقى تاني اداه استفهام فعل مساعد، فاعل، فعل اساسي، وتكملت الجمله. طيب تعال نشوف بقى ازاي السؤال ده بيجي لي في الاختياري. يقول لي كده when do is does has منى get up. انا بتكلم عن عادات وبسال عن عادات. هنا السؤال ادي اداه الاستفهام وبيديني افعال مساعده do is does and has منى، وبعدين جاب لي get up. قبل ما اختار الفعل المساعد لازم اروح للفعل الاساسي اللي هو كلمه get. get هلاقيها فعل بدون اضافات. الفعل اللي بدون اضافات ما ينفعش يجاب له is، لان is بيجي وراه verb plus ing. ما ينفعش يجاب له has، لان has بيجي وراه past participle. يبقى لي do does، عشان اخد do او does يبقى لازم ارجع للسبجكت الفاعل. الفاعل ده منى مفرد، فبالتالي بختار does. تاني بالتالي بختار does. Another example، when I say how often do or does or has or are they study English، يعني هما بيذاكروا انجليزي كل قد ايه. برضو دي اداه استفهام، لازم اروح وراها الفعل المساعد لقيت do does has or، هقول له
ار يبقى لازم اروح للفعل، الفعل بتاعي في المصدر، ما ينفعش ار بيجي وراها فعل فاين جي، ما ينفعش هاز، ليه؟ قال لي هاز بيجي وراها باست بارتيسيبل تصريف تالت، تبقى دو داز. طب انا عايز اخد دو ولا داز، يبقى لازم ارجع للسبجكت الفاعل، الفاعل بتاعي هو ذاي، قال لي ذاي ما بتاخدش داز، ذاي بتاخد دو. يبقى انا ما بختارش اي حاجه كده، ده انا لازم برتب واعمل حساباتي واشوف الفاعل واشوف الفعل وايه هو الفعل المساعد، كل ده لازم اركز فيه وانا بدرس زمن المضارع البسيط. اتمنى ان انتوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا زمن المضارع البسيط وهضمتوه وعرفتوا بختار ازاي سواء في الاختيارات او بصحح ازاي لو جالي تصحيح او ازاي بعمل سؤال او ازاي بنفي، كل ده ان شاء الله هنتدرب عليه. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. اللي ما فعلش الجرس يلا بسرعة فعل الجرس، يلا بسرعة اشترك في القناة، قول لكل زمايلك اشتركوا في القناة عشان ان شاء الله يوصل لهم الدروس، وفعلوا الجرس عشان الدروس توصل لهم اول باول، وقول لهم ان احنا ان شاء الله بندرس منهجنا وكمان بنحل اسئلتنا من الكتاب اكننا في الدرس تماما. Goodbye. السلام عليكم.